التجربة مع ترجي، اش ما قعدتش برشا سوايع في ترجي؟ قلت لك العام الاول كان صححت في جانفي 2005 انا في الاسبيرانس، وتمنيت كان ممكن مشيت قبل خاطر راتيت كوب دافريك 2004 تسمى. بون تسعة شهور بالضبط اول ماتش نلعبه في الاسبيرانس اوفيسيال اوت 2005 يعني اخر السيزون بريسك ماتش. بديت ما في السيزون اللي من بعد 2005-2006 اللي جي فيها سي خالد بن يحيى. بديت جي انشيني من بعد من ماتش المرسى كوب كملت سيزون الحمد لله معناتها بعد اللي هزينا فيها. سهي انت ولد الميديا عندي برشا اسئله مازالوا نقوي في الريتم. تفضل. اوكي. الكادونس ولا في الريتم؟ ما جاوبتنيش خاطر تو سالتك سؤال ما جاوبتنيش. علاش؟ ما قعدتش في ترجي، ما طولتش في ترجي. وقتها صار ان بتي مالونتوندو مع اونترينر نحبه برشا ويعرف هو ويحبني ياسر ونعرف اللي هو خالد بن يحيى. هكايا درشني موني كي تكلمت انا في التلفزه بعد ما خرجوا عاقبوني ويسبوار وليت ما علينا فيش قلت في رمضان وصايم ومغشش خاطر ما عيطليش بالحسن مرياح الماتش سيابي في بنزرت بعد ما علينا وانا نستاهل اللي صار. باهي اما كونسي ديسيبلين وهذاك الكل ما عادش نجم وليت ندخل البارك متقلق شويه. رجعني من بعد ديجي بيرو مشينا نلعب مشيت باش نرجع نكور عكست زاد الكوره مشيت مع نلعبوا مع ليتوال في سوسه ماتش اسبوار مشيت مع الاسبوار تاع الاسبيرونس نكور باش نرجع باش نلعب ناخذ ورقه حمراء كونتر ليتوال في سوسه. معناتها يعني كي تعكس زاده جي ديجي بيرو قال لهم هذا الاتيتيود نتاعو زايد يقولوا سوي كنت مش منضبط. كيفاش مش منضبط؟ اغزل يبشقلك على ذاك ما قعدتش برشا في ترجي. لا باش نقول لك حاجه اكثر ملاعبي في التيران يخدم. اسال على اسئله اي كوارج يجيك لهنا من الجينيراسيون تاعي قول له شكون الاول كان فيزيكمون في لي تيست فيزيك اللي خلقهم ربي كل وشكون الاول في الخدمه في التيران. راهو نبدا نجري شادد الريتم ولا الكادونس كيما تحكي راهو الناس كل تبدا تسب من التالي طيح طيح يعني في الخدمة وفي الغادي من الانضباط. أما شنو اللي اقترن بسهيل مثلا اللي سهيل لحمته حلو كي نخرجوا الأولاد الكل مثلا نعملوا انشين دو ولا تروا فيكتوار عنا الحق كوم دي زيتري ما باش نخرجوا نتعشى ونخرجوا نسهروا شوية ولا اوني دي زيتري ما ابريتو كي نخرجوا احنا الجروب الكل 10 ولا 11 واحد من الكورجية باش نتعشى ولا بشوية سهيل ديما يتريرا وسهيل فهمت ولو انه ما كنتش نخرج وحدي نخرجوا كان اون جروب. باهي رجعت للسيابي رجعت للسيابي عاودت لانسيت كاريرك رجعت للسيابي ساعه فما حكايه نحب نشكر برشا شكري الوعر. علاش؟ خاطر شكري وقتها فهمني كوارجي وفهمني كان ديريكتور سبورتيف اول ما شد حمدي المد بمشي عزيز زهير جاسي حمدي شكري قال لي قلت له يا سي شكري راني شكري كيما قلت له راني ما عادش نجم قلت له كي ندخل لهنا قلت له بوتيتر جو شونج ان بو لير ونر قال لي راهو شريناك بالفلوس كذا قلت له بجاه ربي معمول كر قال لي وين باش تمشي ساعه ترى ولا لي سبير لا لي توال لا سي اس اس لا قلت له راني بارول دونور ماشي للسيابي الشيء اللي خلاني صححت في السيابي بلاش بريم دو روندمون بلاش حتى شيء مشيت صححت عام بسالير برك مع سيد احمد القروي الله يرحمه وبو دو كات موا طلبوني جامعة. اما خنتو بعد كي مشيت للتوال ولا؟ لا ما تقوليش خنتو انا ليله اللي باش معنا فريد بالقاسمي يذكره بالخير مدرب قال لي سهيل وضح امورك باش تعمل بري كونترا في الاسبيرونس ولا في الاتوال ولا في الكلوب ولا وين باش تعمل ولا باش تعاود مع السيابي راهو الدنيا قايمه وقعت. سيد احمد وقتها قال لي انا قال لي نصحح لك ثلاث سنين ما عادش صحح عام برك قلت له سيد احمد ثلاث سنين ما نصححش السيابي نعملوا عام بلاش بريم دو روندمون اش قولك يعني في عوض ما ناخذ 30 ولا 40 مليون سماح فيهم قال لي باهي صححنا بشهريه برك شهرية فهمنا على مليون ونص بعد قصبوا لي مليون و200 ولا ماهيش مشكل تغشوا عليك جمهور السيابي حسوا كانك عملت السيابي ديما كاني قنطره باش تتلنص بها انت وبعد كيفاش قنطره السيابي وانا نرجع لك كل مره نجيب لك 100 ملايين شنو هي القنطره؟ شكون قنطره انا ولا السيابي؟ خليت فلوس معناها عايش خويا خليت فلوس نزلت على فلوس وكنت مستعد نجدد لو كان وقتها وكان معنا وقتها رياض بوعزيزي جا في الجروب وكل شيء اللي كان احسن كونترا ماديا كونتراتهم تاع رياض بوعزيزي انا وقتها جيت سيد احمد القري قلت له اغزر راني نعرف اللي سيابي تجم تعطي كذا كذا غير ما نسميوش احنا قال لي ليه معناتها قلت له انا نعرف اللي تجم تعطي انا ما طلبتكش في هذوما شطرهم تحط لي شطرهم تاع السنه باش ما يعديش عام في تقعيد العود ولا العام الجاي تعطيني تزيدني عليهم تفتوف هاني معك
ونعملوا كلوز ليبراتوار طون في 500 مليون. قال لي شويه، قلت له سي ابي اون اسبير با نزيدوه شويه. قلت له غزل سيد احمد راهو من هنا لغدوه الله يرحمه هو في دار الحق وانا في دار الباطل، شنعطيك بالضبط خاطر هذيا لعب لي. معنا رضا الشريف في اللوكال دكتور عثمان الملولي، وقتها قالوا لي انت علاش ما ترضاش باربعه ولا خمس باربعه ملايين شهريه ولا فما شكون؟ قلت له ما تتدخلش، عايش كون انت في بلاصتك وانا في بلاصتي، راني مازلت ما عملت شيء. سمي الاسامي سهيل. راني قلت لك شكون قال لك ما تدخلش؟ قلت له ما تدخلش. وقتها دكتور رضا الشريف قال لي يعني 4 ملايين راهو شهريه في السي ابي يعني زعما. قال لي وقت لي هو باش يعطيوني 2 ملايين. قال لي انا بروفيسور ناخذ في 3 ملايين ولا شنو 4. قلت له ايه انت تقعد حيط كل تخدم، اما انا راني عندي جوري بيان ديتيرميني يعني واضحه، ما نحبش انا زاد الناس كل تولي تنقص في الحكايه. فما بريزيدون ينيغوسي فما من بعد سيد احمد قلت له راهو هك وهك ما تكلمنيش من هنا لغدوه، بعد غدوه الشيكات حاضرين الامور منظمه، راني يا سيد احمد ما تلومش عليا كان صححت في بلاصه. قال لي مريقل من الغدوة طلبته ما جاوبنيش.